الدليل للخلاص من خدمة النساء. هو ده الكلام صح ولا لا؟ ازاي نتخلص من خدمة النساء؟ واحد، اجعل بينك وبين النساء سدا منيعا. لا تكلم امرأة ولا تنظر إلى امرأة ولا تتعامل مع امرأة. ماشي؟ ما تكلمش معاها. قول يا عم الشيخ زميلتي في الشغل ومدعوها للحجاب، مالكش دعوة، سيبها تمدح. إن شاء الله ما اتحكمت. يا عم الشيخ ده هي بتسألني، قول لها معرفش. ماليش دعوة، سيبيني في حالك. أصلا ضعيف، اللي مين مثلي ضعف. أنا دايما أقول أن المرأة مثل القنبلة الموقودة، من اقترب منها انفجرت فيه ما دمرته. إيه يا ولدي؟ إمك يسألك معرفش، يكلمك ماليش دعوة، يسلم عليك ما أنت سامع ولا شايف، في مكتبك قاعد بتشتغل بشغلك يا اما المصحف، في مدرستك بتذاكر يا اما المصحف، في الجامعه بتذاكر يا اما المصحف. تعامل مع النساء لا وألف لا. أحد الشباب جاي وماليه خط أحمر على عينه كده، بقول له إيه ده؟ قال لي كنت ماشي قدام الجامعه وبص على واحد كده عرفاني بيعمل بالقمشة كده وراح لسعه على عينه. دي جت من فوق. احذر قذيفة نارية من السماء. قال الله: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيدة. احذر ان ينزل الله عليك حجارة من السماء. رد نظرك، ما تبصش ولا نظرة اولى ولا ثانية. احد الاخوة امبارح قالوا من عند عرس مني بيقول لي من نعمة ربنا عليا بحر مصر. ساعة ما اشيل النضارة ابقى مش شايف حاجة، اني شوية زي اللي كان. كل واحد. شوف بقى العصر ضعف البصر نعمة. سبحان الله. وانا وكيل في المواجهة الواقعية للشهوة دايم ابدا جهز العده وانت خارج من البيت. انت خارج تحارب. خد معاك عدتك. لانك خارج من البيت معناها انك هتشوف نسوان لازم ولا مش لازم؟ لازم طبعا. بلاوي صوت في مره زمان كنت واقف في الاتوبيس وجيت واحده قدامي وواحده ورايا وواحده على يميني وواحده شمالي. قال لي اعدوي كل جهل. صح؟ تروح فين؟ يا رب اذا رحبوا في الملك دعوا الله مخلصين ربنا ان انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. ايوه مصيبه. مصائب سودا حواليك فلازم تجهز نفسك من البيت. ازاي؟ في جيبي مصحف. مصحف في جيبي مصحف وكتاب اذكار. سبحان الله. احنا طبعنا كتاب حسن المسلم طبعا جديد جميل قوي مجلد، لان حسن المسلم الغلاف من كتر ما بتحطه في جيبك بايه؟ بيتهري ويطبق ولا شكله وحش. عمل هو ايه؟ مجلد. مجلد بس ده ما بيباعش ببلاش. وانتوا صاحب الكابوس ابو جلد.
بس. المهم يعني هنكلم الشيخ حمد عبد السلام ربنا يكرمه اذا قدر يساهم جزء نجيب لكم شويه كل واحد ياخذ واحد باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله تعالى يمكن على الاثنين جاي ولا حاجه. لازم نقول الكتاب كله اذكار. كله كلام اجنبي مفيش كلمه من غير كلام اجنبي. هو عشان اطرح فيه 102 لكن بغير كده. حطوا فيه. يبقى اسم المسلم بجيب وايه؟ والمصحف بجيب والجيل الثالث فيه نظاره سوداء وشويه قطن. لا لا اسمعني للاخر. حتى يخرج هنشغل بالاذكار، اذكار الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله. تقول اذكار استغفر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تقول اذكار خرجت من البيت بجيب العربيه تقول اذكار ركوب السياره. مسكت المصحف وجيت بنفسك انت ماسك المصحف كده وبتقرا وانت واد تقرا لئيم ترفع عينك كده تبص على واحد. كان بعض السلف وقعت عينه على امراه فصار يظلم عينه حتى نفرت ويقول ما لك اذا تضربت الاطراف حين الى ما لا يحل لك. تقول لنفسك كده بتبص على اختار نفسك يا اخي. هو في حد يقول لك كده صح ولا لا؟ فانت تقول ايه؟ نفسك. يا اخي خاف من ربنا يا اخي. يا اخي ابعد دقنك لفوسك يا اخي. يا اخي اتق الله بنفسك يا اخي. يا اخي هتستفيد ايه يا اخي؟ تلقى صاحب نفس لوامه. صاحب نفس ايه؟ لوامه. تلوم صاحبها على المعاصي. مفيش فايدة العلاج وحش. مش عايز تخلص. العلاج الأخير بقى تروح تطلع النظارة السوداء تحطهم مع عينك وتروح لابس النظارة. وتقول حد يسحبني يا سيدي. حد يسحبني يا سيدي. حد يسحبني يا سيدي.